السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الجزء الثاني من دروس الأسبوع الثاني عشر في اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي. ثالثا، أغني معجمي. ألون الكلمة وضدها باللون نفسه. فات، خروج، تحلقنا، تفرقنا، حان، دخول. فات ضدها هو حان، خروج ضدها هو دخول، تحلقنا ضدها هو تفرقنا. أحيط الكلمات التي معناها في النص. أسمى، معناها في النص هو ألقب. طبخت، معناها في النص هو طهوت. أهيئ، معناها في النص أعد. المخبوزات في النص هنا هي المأكولات. رابعا، أفهم. ماذا تعلم الطفل الصغير من والديه؟ تعلم الطفل الصغير من والديه طهي أصناف كثيرة من المأكولات. متى دخل إلى المطبخ لتجربة ما تعلمه؟ دخل بالأمس، حيث حلت ذكرى زواج أم وأب الولد. ماذا أعد الطفل الصغير لأسرته؟ أعد لها السمك وكعكة بالتفاح. ما هي الوجبة التي أعدها الطفل؟ أعد الطفل وجبة العشاء. هل تحب هواية المطبخ؟ لماذا؟ خامسا، أستثمر. أبحث عن المواد المستعملة في صنع كعكة التفاح. أقدم وصفة وجبة أحبها. هل تساعد أمك في المطبخ؟ كيف ذلك؟ الخط، ألاحظ وأكتب. حرف العين، وحرف الغين، الأطعمة السريعة غير صحية. الأطعمة السريعة غير صحية. الإملاء، أولا أتدرب. أدخل ال على كلمات الجملة التالية وأشكلها. أحب خضر وفواكه لأنها تقوي جسم وتبعد مرض. إذن أحب الخضر والفواكه لأنها تقوي الجسم وتبعد المرض. أكتب العبارة المناسبة للصورة كما في المثال. العسل لذيذ. العنب أخضر. الكرة
جميلة، العصير بارد. أتذكر وأكتب ما قالته النحلة لصفية في نهاية الحكاية. نشيد، أقرأ وأنشد. التوازن الغذائي، توازن الغذاء خير من الدواء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء، فاكهة وخضرة وشربة من ماء، وصالح اللحوم من بحر ومن سماء، والتمر فيه الحفظ من جوع ومن عناء، والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلاء. إن الغذاء نعمة من خالق معطاء. معجم المساعد، عناء تعني تعب، المعطاء هو كثير العطاء. أقرأ وأفهم، أصل بين البيت والشريط المناسب. البيت الثالث يتحدث عن فاكهة وخضرة وشربة من ماء، إذن يتحدث عن الفواكه والخضر. البيت الرابع يتحدث عن وصالح اللحوم من بحر ومن سماء، يتحدث عن اللحوم. والبيت الخامس يتحدث عن والتمر فيه الحفظ من جوع ومن عناء، إذن يتحدث عن التمر. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.